بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاء الله تعالى سورة قريش مع التجويد پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لِإِلَافِ یہاں پر اس بات کا خیال کرے کہ اکثر حضرات ادھر غلطی کرتے ہیں, ایلافی یہ پڑھتے ہیں, لہذا لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لِإِلَافِ قُرَيْش, آخر میں شین کے آواز کو منہ کے اندر پھیلانا ہے. قُرَيْش لإيلاف قريش. إيلافهم یہاں پر بھی اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں, إيلافهم پڑھتے, لہذا حمزہ کڑی زیر کو لمبا کر کے پڑھیں گے. إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف. یہاں پر بعض حضرات غلطی کرتے ہیں, والصيف والصيف پڑھنا غلط ہے, لہذا صحیح پڑھیں گے معروف طریقے سے. والصيف والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا بُدُوا پڑھنا غلط ہے, لہذا اس کی معروف طریقے سے پڑھیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الذي أطعمهم الذي أطعمهم أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الشتاء
صدق الله.